ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يومين فقط بعد الوفاة المؤلمة لمحامي شاب بمراكش وتسجيل 4 وفيات أخرى بحر الأسبوع الجاري، سجلت اليوم من جديد وفاة ضحية آخر في ريعان شبابه بسبب فيروس كورونا المستجد. وحسب المعطيات التي تم التوصل بها من مصادر إعلامية، فإن الضحية الشاب المنحدر من حي بالقشالي ظهرت عليه أعراض المرض بشكل متأخر على غرار المحامي الشاب الراحل أيت عزي، وتوفي الشاب 30 بمستشفى ابن زهر تاركا وراءه 5 أطفال. ويشار أن هذه الوفاة رفعت عدد وفيات الفيروس بمدينة مراكش إلى 6، بينما ارتفع عدد الوفيات بالجهة إلى 8 باحتساب حالتي وفاة بشيشاوة والحوز. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.